الحمد لله. لا والله طبعا هو المخرج محمد عبد السلام هو اللي رشحني في المسلسل، وطبعا الكاست كله اتحمست جدا، ميدو عادل وعمرو وهبه وولاء الشريف وبسمه داوود واستاذه صفاء وكل الكاست يعني، وولاء الشريف طبعا، فاستمتعت معاهم والشركه المنتجه، والحمد لله العمل لقى النجاح اللي احنا كنا نفسنا فيه يعني. لا وطبعا احنا كلنا اصحاب والجروب طبعا كلنا مع بعض اصحاب وقريبين من بعض، فكانت كواليس كلها صداقة والمسلسل كله احنا اصحاب مع بعض، فاكيد في كواليس حلوة وكانت حاجات كوميدية بالنسبة لنا والحمد لله كانت الروح حلوة بينا فطلع العمل بالشكل ده. والله احنا تعبنا فيه وما كناش يعني ما بنحسبش فكره انه هل هينجح بالنجاح ده ولا لا، لكن بنستنى بعد كده رد الفعل، لانه رد الفعل جامد جدا في الشارع والناس كلها بتتفرج على المسلسل ومتابعه، فاكيد دي حاجه حلوه يعني الحمد لله. والله عندي رساله الامام باذن الله مع النجم خالد النبوي والشركه المتحده في رمضان السنه باذن الله، شخصيه اسمها صالح وبس كده، ما اقدرش افسح على حاجه اكتر يعني. لا خلينا يعني مع الاحداث، لسه ما حدش فينا صرح باي حاجه خالص. ده عمل مهم طبعا وتعبانين فيه جدا، والاستاذ ليس حج والمخرج السوري طبعا كل الكرو والناس كلها مهتمه بالعمل، وعمل مهم باذن الله يكون حاجه في رمضان نقله كبيره لكل الناس، وفي نفس الوقت حاجه جديده جدا، بقالنا فتره ما عملناش مسلسلات بالشكل الديني التاريخي بالشكل الجديد ده والطريقه دي، فاكيد باذن الله متحمسين ان تبقى حاجه حلوه للجمهور. استنى ايه؟ باذن الله يعني يكون في حاجه تجربه حلوه يعني تكون مهمه، زي ما الواحد بينقي في الدراما تكون في حاجه مميزه جدا، اكيد ساعتها الواحد هيبقى ليه الشرف انه يشتغل فيها، بس بيستنى حاجه حلوه باذن الله. الله يبارك فيك. اكيد اكيد يشرفني ربنا.